ما زالت احتفالات جماهير النادي الاهلي مستمره، ما زالت فرحه الاهلاويه ماليه كل مكان. اهلا وسهلا بكم، حلقه جديده من السادسه، اكسير السعاده، اكسير الفرحه، النادي الاهلي اللي مفرح جماهيره دايما. وما زالت البطولات والالقاب تتوالى، لقب البطوله ال 12 لقب غالي جدا، نسخه استثنائيه. هنتكلم كتير جدا عن فرحه كل الحقيقه، مصر كلها فرحانه. واعتقد انه الاعترافات، مش اعترافات، التصريحات، الكلام اللي بيتقال عن انجاز الاهلي وتحقيقه البطوله رقم 12، انه الفريق يخوض خمسه نهائي على التوالي، يفوز ويتوج باربع القاب منهم، ما زال حديث الشارع العربي كله الحقيقه، كل الاستوديوهات حتى عند الاشقاء في تونس اللي مدرك تماما، يعني كانوا قد ايه حاسين ان هم قريبين من تحقيق لقب غاب عن الانديه التونسيه وغاب عن الترجي طبعا بصفته كبير الانديه التونسيه بقاله فتره طويله، لكن تشعر بالفخر، في سعاده انك انت حققت بطوله، ده شيء طبعا طبيعي جدا ومتعودين عليه في الاهلي، فرحانين بالاهلي، فرحانين بالانجاز اللي حققه الجيل ده، ده شيء ما فيهوش كلام، لكن في سعاده اكتر لما بتشوف ردود الافعال من الاستوديوهات ومن المحللين ومن الخبراء، ازاي كل بيتكلم على انه في افريقيا الاهلي لا ينافس الا نفسه، بل انه في ناس راحت لانه خلاص المنافسه في افريقيا حسمت، وانه الاهلي لابد انه يبحث عن مجال اخر، الاهلي يلعب في اوروبا سمعتها كتير، الاهلي لازم يسيب فرصه للانديه الافريقيه، عيب على الانديه الافريقيه انه ما فيش على الساحه غير النادي الاهلي، هذا هو الاهلي يا ساده، فخر جمهوره، فخر الكره المصريه والرياضه المصريه. عن الفرحه هنتكلم، وعن البطوله والاحساس بالتتويج بالبطوله رقم 12 هنقول كلام كتير، وعن نجوم تعبت الحقيقه مجهود غير طبيعي، مجهود خارق الحقيقه السيزون ده، مش اول الانجازات ومش اول فرحه الجماهير، لكن يمكن يكون اغلاها من حيث الالقاب ومن حيث الاهميه، لكن خد بالك وبص كده للامور من وجهه نظر ناس بتلعب مع الاهلي لاول مره. لعيب بيشارك في صفوف النادي الاهلي والاسماء كتير، منهم وسام ابو علي، منهم رضا سليم، منهم عمر كمال عبد الواحد، منهم امام عاشور، منهم انتوني مودست. اللعيبه دي جت الاهلي موسم واحد فقط لا غير، حققت ما لم يحققه اي نادي اخر في قاره افريقيا. انت بتتكلم على موسم واحد حققت فيه بطولة دوري أبطال، حققت فيه وشاركت في بطولة كأس عالم أندية، وحققت مركز ثالث وفزت ببرونزية للتاريخ، حققت بطولة كأس، حققت بطولة سوبر مصري، كل دي إنجازات في موسم لم ينتهي بعد، يعني في موسم ما زال فيه إن شاء الله بإذن الله أمل في زيادة الحصيلة من الألقاب. ومش بس كده، ده أنت عينك كمان رايحة على فين؟ أنت الموسم اللي جاي، أصل في ناس كتير قوي بتتكلم في مين ماشي ومين رايح ومين قاعد ومين جاي، كلام كتير قوي حاصل. مين ممكن يسيب بطولة زي بطولة كأس العالم للأندية في الموسم القادم بشكلها الجديد وهو بيشارك مع، وأنت بتلعب مع بوكا جونيورز، بتلعب مع بالميراس، وبتلعب مع الإنتر، وبتلعب مع السيتي، وبتلعب مع الريال، وبتلعب مع كبار العالم، كبار العالم، أسياد العالم في كرة القدم، أنت مشارك في بطولة رسمية معاهم، مين ممكن يسيب بطولة زي بطولة الإنتر كونتيننتال واللي بنظامها الجديد ممكن جدا جدا الأهلي فيها يروح لبعيد؟ مين ممكن يسيب التاريخ؟ مين ممكن يسيب الشهرة؟ مين ممكن يسيب المجد؟ مين ممكن يسيب النجاح ويسيب قبل كل ده حب الناس؟ هو ده النادي الأهلي يا سادة. عندنا كلام طبعا عن منتخبنا اللي بنتمنى له التوفيق، ولو ان الحقيقة في كلام كتير اليومين دول على اختيارات كابتن حسام. طبعا في الأول والآخر أي حد بيمثل مصر احنا بندعمه ونتمنى طبعا انه تجربة كابتن حسام حسن تنجح، لكن الحقيقة برضو منتخب مصر هو ملك الجماهير، الكرة في مصر كلها، منتخب مصر ملوش علاقة بالانتماءات ولا الألوان ولا بفكرة تخليص الحسابات، منتخب مصر ملك لجماهير الكرة المصرية، فمن حقها أنها تعرف، ومن حقها أنها تسأل، ومن حق المسؤولين على المنتخب أن هم يجاوبوا. فاصل ونبدأ حلقتنا. مكاسب بالجملة، يعني طبعا غير فرحة البطولة اللي كان ليها طعم خاص، ولو قلت لكم نسخة من ذهب، البطولة التي لم يتلقى فيها النادي الأهلي أي خسارة على مدار مشواره، ده غير طبعا أنها حافلة بالأرقام القياسية، وغير طبعا أنها على حساب الترجي والترجي والأهلي، أو الأهلي والترجي، تبقى طبعا ديربي من ديربيات الكرة الأفريقية، لكن ورا ده
في مكاسب كتيره جدا، وحاله الفرحه يمكن تكون اهمها فكره ان الاهلي يفرح جماهير الكره في مصر، فكره انه الاهلي يرفع ويشرف الكره المصريه مش بس في البطوله دي، على مدار القرن او الالفيه الجديده كلها. الحقيقه ده شيء اسعد كل جماهير النادي الاهلي. ارحب ببلال مصطفى بلال محسن واحمد مصطفى ضيوفي النهارده في السادسه، واقول لهم الف مبروك. كانوا معايا اخر حلقه قبل المباراه، توقعنا ان هو يكون سيناريو صعب، الحمد لله ربنا كرمنا فيه ووفقنا وحققنا اللقب 12، اللقب الغالي وعلى حساب الترجي. اعتقد برضو بطوله يمكن طبعا مش زي النسخه اللي على حساب الزمالك، لكن تبقى برضو الاهلي والترجي ديربي في افريقيا زي ما الاهلي والزمالك كده ديربي مصري. مساء الخير يا بلال. مساء الخير يا احمد. مساء النور طبعا يا احمد، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين، ومليون مبروك طبعا لكل عشاق النادي الاهلي، والحمد لله بطوله غاليه، والحمد لله البطوله الثانيه لينا في القناه. يعني احنا حضرنا ال 11 وال 12 الحمد لله، واحنا وشنا حلو والحمد لله. انا اربع سنين شاشه اهلي، يعني اربع القاب دوري ابطال. انت كده رامي ربيعه بالنسبه لنا. فاضل لي بطولتين بطولتين واخش مع كابتن رامي ربيعه وكابتن وائل جمعه وكابتن حسام. احمد مساء الخير. مساء النور يا احمد، ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، يعني المنظومه كلها لازم نبارك لها طبعا. يعني ثاني بطوله على التوالي، وبطوله طبعا حتى لو البطوله يعني ممكن تقول ان هي طبعا نهائي القرن كان مختلف، لكن يظل مباراه الترجي ليها برضو مذاق خاص، وليها طبعا ديربي برضو مختلف، واعتقد النادي الاهلي قدر يعني يحسم المباراه من بدايتها. فيعني الفرحه كبيره جدا، الاحتفالات يعني ما زالت مستمره طبعا، وزي ما بدال قال احنا طبعا تاني بطوله نكون موجودين معاك هنا، وبنبقى دايما موجود في النهائي، ونبقى وشنا حلو على النادي الاهلي وعلى جماهيره طبعا. خليني اكلمكم عن مكاسب الاهلي بالبطوله دي، يعني سواء بالنسبه لمارسيل كولر اللي اعتقد انه دخل مع المديرين الفنيين التاريخيين، او على مستوى السكواد النادي الاهلي، وخصوصا الاسماء اللي بتحقق اللقب لاول مره بتيشيرت النادي الاهلي. يعني يمكن يا احمد الانتصار اللي حققه النادي الاهلي يوم السبت، والتتويج بالنجمه الثانيه عشر في تاريخ النادي الاهلي، 12 بطوله افريقيه، رقم قياسي صعب حد يحققه او يقرره غير النادي الاهلي. انتصار اسعد بيه النادي الاهلي ملايين العشاق في مصر وفي الجاليات المصريه حتى خارج مصر، قضى بيه او كسر بيه شوكه كل المنافسين، وقضى بيه كمان على اكذوبه العرافين، وخلى انت عارف بقى الكلام اللي كان طلع قبل الماتش. فيعني بالظبط يعني انا قلت كده انتصار اسعد الملايين، وقضى على اكذوبه العرافين، ورسم البسمه على شفاه الملايين، وفتح جسور السعاده لكل الجاليات المصريه، والجاليه كمان او يعني اخواتنا وحبايبنا في غزه كمان جات لنا الصور من هناك والفيديوهات وهم بيتابعوا رغم كل الظروف الصعبه. النادي الاهلي قدر يرسم ولو بسمه بسيطه على شفاه اخواننا الفلسطينيين في غزه طبعا. فكان ليله سعيده على كل من ينتمي لهذا الكيان العظيم كيان النادي الاهلي. احمد شفت البطوله ازاي؟ ولو اتكلمنا على السكواد كمان، يعني لسه كنت بتكلم انه في لعيبه كتير سنه اولى اهلي، ورغم كده في اول موسم حققوا او كتبوا تاريخ، يعني انديه كتيره جدا ان لم تكن كل انديه القاره ما قدرتش تكتبه في موسم واحد. فكره انك تحقق برونزيه كاس عالم، تفوز بثلاث بطولات سوبر مصري او كاس النخبه زي ما بالمسمى الجديد كاس مصر على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وتحقق لقب دوري ابطال، وتتاهل لانتر كونتيننتال، وتتاهل لسوبر افريقي، وتتاهل لكاس عالم انديه بشكله الجديد. يعني انت لو مكان واحد من اللعيبه اللي بتقول سنه اولى اهلي، فلقيت نفسك في اول سنه بتحقق ده كله. بص يا احمد، النادي الاهلي عودنا يعني على البطولات، اللي اتربى على البطولات ما بيشبعش، وده الواقع. النادي الاهلي عودنا عليه احنا، ومارسيل كولر قال تصريح مهم جدا، قال لك انا في لحظه الاحتفال بعد المباراه احد الجماهير قابلني قال لي احنا محتاجين ال 13 مستر كولر. فتخيل ده النادي الاهلي، ده جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي عودنا على كده، احنا بنخلص ماتش، بنخلص احتفال، بنفكر طب البطوله الجايه ايه، البطوله الجايه هنكسبها امتى. فالمكسب هو وحده اللي بيخلي او بيرضي طموح دايما جماهير النادي الاهلي، وبيرضينا كاهلاويه يعني. صحيح. وعلى فكره على الناحيه المعنويه كمان، يعني سيبك من 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 قصه الرقم، فكره رقم 12 طبعا مهم جدا، لكن انت كمان بتستعد لسيزون وده لينا فيه وقفه الحقيقه، يعني لازم برضو نتكلم فيه من بدري شويه، رغم انه احنا حتى لما بنتكلم من بدري برضو ما فيش حاجه بتتغير، بس خلينا نسلط الضوء على سيزن هيكون استثنائي. نمره واحد طبعا، انت بتشارك السيزن اللي جاي، احنا دايما بنقول على المواسم اللي فاتت مواسم طويله. بص بقى عندك يا سيدي، انت الاهلي كده كده لاعب دوري ابطال عشان لائحه الاتحاد الافريقي اتغيرت، حامل اللقب بيشارك على طول دايركت بصرف النظر عن ترتيبه في نسخه البطوله المحليه. كاس الانتر كونتيننتال البديل لكاس اللي هو كاس القارات المسمى الجديد، اللي هو بديل لبطوله كاس العالم،
وكاس العالم في النسخه المكبره بقى اللي هي اشبه بكاس العالم بتاع المنتخبات بالاضافه للبطولات المحليه. كل ده على مستوى النواحي المعنويه مهم جدا جدا ويمثل دوافع جديده بالنسبه للنادي الاهلي، على مستوى المكاسب الماديه برده والتحضير لموسم استثنائي وصعب زي ده اعتقد برده من مكاسب التتويج ببطوله دوري الابطال. يعني خلينا نقول يا احمد هذا هو قدر الكبار، يعني النادي الاهلي قدر ان هو يكون سفير للكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه في كافه المحافل العالميه اللي انت ذكرتها، بدءا من مشاركات النادي الاهلي كاكثر نادي عربي وافريقي شارك في منافسات كاس العالم للانديه، مرورا بالبرونزيات والميداليات والمباريات الكبيره والتاريخيه اللي عملها النادي الاهلي خلال تاريخ مشاركاته في هذه البطوله العالميه. وبالمناسبه بدون قطع كلامك هو اكثر نادي لعب عدد من المباريات في بطوله كاس العالم. تمام. كاس العالم للانديه. طيب يعني كمان احنا تخطينا كمان مرحله يعني مرحله العربيه يمكن على مستوى عدد المشاركات في البطوله اوكلاند سيتي اعتقد يتفوق بمشاركه زياده عن النادي الاهلي، لكن على مستوى عدد تعرف اوكلاند بيخرج بدري بدري دايما في الدور التمهيدي لكن يعني. الاهلي دايما بيوصل أنا عايز يلعب انا عايز اروح العب اوكلاند ماتش هناك يعني اكسبه هناك عشان ما يجيش بس يعني هو واضح ان ما فيش اي حد قادر ينافس اوكلاند على الرغم من تواضع مستواه الكبير يعني اوكلاند لما بنواجهه او اي فريق بيواجهه فيعني في نسخه اوكلاند تجاوز فيها الدور نسخه وحيده تجاوز فيها الدور التمهيدي عشان ما قابلش النادي الاهلي للمربع يمكن عشان ما قابلش النادي الاهلي فاعتقد ان ده قدر النادي الاهلي ان هو كبير القوم زي ما بنقول وسفير الكره العربيه والكره الافريقيه فالنادي الاهلي اعتقد مع اداره النادي الاهلي والجهاز الفني هيحسنوا التعامل مع كل التحديات والبطولات اللي بتنتظر النادي الاهلي في موسم صعب وموسم تاريخي ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يحطم فيه الارقام اللي حطمها في الموسم الماضي وهو ده دايما دأب النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيكسر او بيحطم ارقامه وبينافس نفسه فده سر من اسرار نجاح النادي الاهلي واعتقد ان النادي الاهلي قادر على خوض كل التحديات دي والخروج باكبر المكاسب ومعظم التتويجات ان شاء الله تكون من نصيبه وحليف النادي الاهلي باذن الله. في حاجه مختلفه في ردود الافعال على البطوله دي يعني دايما يعني الاهلي طبعا مش محتاجين ندلل على ارقامه انجازاته ونجاحاته لكن دايما بتلاقي ناس تطلع تشكك او تطلع تقول او تطلع تقلل من حجم الانجاز او تقول لك لا اصل البطوله دي مش قويه والدوري المحلي اقوى ده مش اقوى فريق بالظبط او ان المنافسين في البطوله دي ما بقوش على نفس مستوى اللي يعني القوه كلام كتير كان بيتقال المره دي شايف حاله استسلام يعني الكل رفع الرايه البيضاء والكل كان الاهلي اجبرهم على الاعتراف انه الاهلي خارج المنافسه وان الاهلي هو ريال مدريد افريقيا وان اسمها بطوله دوري ابطال الاهلي عيد الحته دي تاني عيد الحته دي تاني لا حقيقي والله بتكلم جد يعني فكره انك انت ترد على كل الناس اللي شككت او كل الناس اللي هجمت او كل الناس اللي حاولت تقلل من نجاحك وانجازك ردك يكون بالفعل مش بالكلام ده في حد ذاته يلخص بشكل كبير جدا فكر وسياسه النادي الاهلي. اكيد يعني يمكن النادي الاهلي عودنا من زمان ان الرد دايما بيكون في الملعب هو ده سياسه دايما مجالس اداره النادي الاهلي والاجهزه الفنيه على مدار تاريخ النادي الاهلي وحتى اللاعبين دايما لما بيكون في بعض الانتقادات بتطلهم خارج المستطيل الاخضر سواء في المنصات الاعلاميه او كل الرد دايما بيكون في الملعب يعني يمكن انت تفتكر كان دايما في صراعات ومحاولات لايقاف النادي الاهلي والتشكيك في انجازات النادي الاهلي وفي مكاسب النادي الاهلي ولكن كله عمل داون المره دي لان النادي الاهلي خلاص انت جربت معاه كل حاجه جربت معاه انك ملك اللعبه يعني بالظبط ملك اللعبه اذا حضر ملك اللعبه فخلاص خلينا يعني مع ملك اللعبه هو ده ملك اللعبه الحقيقي يعني زي ما احنا قلنا ملك اللعبه وقفل اللعبه ده مهمه جدا يعني فزي ما بقول لك يا احمد ان دايما النادي الاهلي رده في الملعب انت مهما تثير مشاكل في القنوات مهما تتكلم عن مشاكل داخل الفريق دايما شفنا مصطفى شوبير اول واحد راح لمصطفى شوبير يهنيه بعد انطلاق صافره النهايه هو كابتن محمد الشناوي اللي هو قائد الفريق اللي طلع واتكلم قبل اللقاء وقال بالمناسبه انا عايز احيي الكابتن محمد الشناوي هنا تحيه كبيره جدا لان هو قال كلام مهم جدا بعد اللقاء يعني سيبك من التصريحات اللي قبل اللقاء قال ما عنديش مشكله ان الضغوط تيجي عليا انا قبل اللقاء بس في سبيل ان انا ارفع الضغط عن زمايلي وعن فريقي وهو ده دور الكابتن ودور القائد فده الفكر داخل النادي الاهلي ان مش مهم انا لكن مصلحه الفريق هي الاهم وفي الاخر النتائج بتقول ان الروح الجماعيه دي وروح الترابط والحب بين اللعيبه وان اللي بيشارك الكل بيبقى في ظهره ودايما مساند ليه هو ده سر من اسرار تحقيق البطولات والانجازات داخل النادي الاهلي. الجيم نفسه يا احمد شفته ازاي؟ وكتير من الناس يمكن
انا عارف طبعا موقف يعني احساس الجمهور وهو بيتفرج على فرقته، رغبته في انها تلعب بشكل معين بيبقى مختلف تماما على الجهاز الفني اللي قاعد. انت قعدت يعني على البنش وعارف يعني ايه احساس انك تقود فريق، وعارف احساس حسابات المكسب والخساره والنقطه والبطوله. تكتيكيا يمكن كل الحقيقه قدم على اعلى مستوى طبعًا، سواء رادس طبعًا او القاهره. يمكن الاداء ما كانش ممتع، ما كانش بالذات في القاهره، يمكن الهدف المبكر ما كانش في مصلحه الجماهير اكتر ما كان في مصلحه الفرقه. لكن في النهايه كولر ادار المباراتين ازاي من وجهه نظرك؟ وهل تدي له العلامه الكامله من في اداره مباراه بحجم نهائي دوري الابطال من ناحيه التكتيكيه؟ وهل كان مطلوب منه اكتر؟ هل كنت مستني منه بعد الهدف المبكر انه يضغط يحاول يزود حصيله اهداف، ولا فكره انك انت تقتل الجيم وتفوز باللقب؟ لا طبعا اتفق على سيناريو مارسيل كولر في المباراتين وادي له العلامه الكامله. يعني مارسيل كولر ادار المباراتين بالاخص الترجي التونسي، غير طبعا مشوار البطوله كله. مارسيل كولر ادار كل المباريات بطريقه مختلفه، كل مباراه نسخه لم يخسر فيها الاهلي، لم يخسر فيها. وعشان كده انت قلت حاجه مهمه جدا، ليه الكل استسلم المره دي؟ النادي الاهلي عمل مشوار تاريخي الموسم ده، النسخه الاخيره دي النادي الاهلي مقدم مشوار مميز جدا. واعتقد يعني انا عايز اجيب لقطه، بس يعني لقطه مهمه جدا قبل ما اتكلم بس على مارسيل كولر واداره المباراه. لقطه وتبين على كلام بلال روح النادي الاهلي، محدش بيفكر تفكير فردي. لقطه اللعيبه وهي بتستلم الكاس دوري ابطال افريقيا وبيندهوا على كابتن محمود الخطيب عشان يبقى موجود معاهم في الصوره، فدي مهمه جدا. لقطه يعني بتبين النادي الاهلي دايما كل المنظومه بتبقى ايد واحده. هي دي اللقطه اللي بتكلم فيها طبعا. يعني اللقطه لو بعدت شويه تلاقي كابتن محمود الخطيب موجود، كل طبعًا. اعتقد كل كل اللاعبين والمجلس والجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب، صوره طبعا جميله جدا تبين روح النادي الاهلي دائما. بالنسبه للمباراتين بشوف ان مارسيل كولر يعني طبعا مدرب الترجي التونسي طبعا ميجيل كاردوزو، اعتقد كان بيحاول يعمل يعني يدي النادي الاهلي الطعم اللي عمله في نادي صن داونز، لكن نجح مارسيل كولر ان هو ما ياكلش الطعم، في ان هو كان بيحاول يستدرج النادي الاهلي ان هو يكسب بضربه ثابته بكره مرتده، لكن هو ما طمعش. وناس كتيره بتقول، او انا عن نفسي كنت في الملعب، فطبيعي جدا بتلعب على ملعبك وجبت هدف في اول سيناريو ولا اجمل في اول ثلاث دقائق. بالمناسبه السيناريو ده اتكرر في نهائي الزمالك، يعني كورنر عمرو السوليه، اتكرر في نهائي الوداد علي معلول لمحمد عبد المنعم، مظبوط، وحسين لربيع. يعني الثلاث لقطات دول حسموا في ثلاثة فاينل، طبعا ثلاثة فاينل. فهنا يعني كولر بقى خلاص، يعني بقى عنده خبره كبيره جدا 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 في افريقيا، كبيره جدا. هو خلاص مذاكر فرقه الترجي كويس جدا، عارف دايما ان فرقه الترجي التونسي بتحاول تستدرجك، ان هي بتحاول دايما تخليك تفتح اللعب. الترجي التونسي ما بيظهرش مع اي منافس قوي غير لما يبدا يفتح خطوطه. صن داونز فتح خطوطه، وهو دايما فتح خطوطه، بس فتح خطوطه بزياده وطمع في المباراتين. صن داونز الفريق الوحيد اللي خسر منه ذهابا وايابا هو الترجي التونسي، مع ان كواليتي لعيبه الترجي التونسي مش افضل من صن داونز، لكن خلينا نتفق ان مارسيل كولر اطار المباراه. وطبعا يعني في تغييره مهمه جدا 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 جدا، بشوف ان هي كانت مهمه قوي في المباراه، تغيير اليو ديانج. يعني طبعا عودته كانت مهمه جدا، بره المنهج تماما، بتجيب اليو ديانج لا ملاحق ولا دي شخصيه مارسيل كولر، شخصيته الجريئه في ان هو بيدفع باي لاعب في اي وقت طالما جاهز، عنده جرأه. تغييره مهمه جدا جدا جدا. يعني توقعت قفشه، توقعت عبد القادر، توقعت ورقه في الدقايق الاخيره تقدر تخطف بقى وتخلص، خلاص هو خد بالك برضو. يعني ما ننكرش ان احنا كنا كلنا قاعدين على اعصابنا طبعا يعني، لكن يا احمد عايز اقول لك على حاجه، النهايات دايما دايما تكسب ولا تلعب. يعني خلينا نتفق ان النهايات دايما تكسب وتلعب، لو بقى المكسب مع الاداء بتبقى نادرا، وده بيعتمد على المنافس. هي طبعا تغييره كانت مؤثره في سير المباراه طبعا، لكن اقصد اقول انه اختيار ديانج في حد ذاته، يعني ديانج المنسي، ديانج بقى له 3 شهور او 4 شهور تقريبا، 3 4 شهور ما خدش حتى 5 دقائق في مباراه، فبيجي من الدار للنار، نازل نهائي دوري ابطال وخلاص المباراه في توقيت حساس جدا. فكان الحقيقه رهان كسبه مارسيل كولر. لكن بالنسبه لكل اللي تابعوا المباراه قالوا ديانج، رغم انه ديانج طبعا ما حدش يختلف عن، لكن بعد 5 دقائق انت اطمنت لما يعني شفت ديانج بحاله ديانج البدنيه والفنيه، اطمنت ان تغييره مارسيل كولر كانت في محلها. فالنادي الاهلي ومارسيل كولر اديله العلامه الكامله طبعا، ادار المباراه بذكاء كبير جدا،
ذهابا وايابا ونجح في ان هو يحسم المباراه، وكان هو رسم السيناريو، هو كان عايز يخرج بنتيجه ايجابيه، التعادل السلبي لو حب كان يخطف، ونتيجه طبعا في مباراه العوده يعني هو كان راسم وضغط من اول مباراه بامام عاشور يلعب كمهاجم ثاني جنب اسامه ابو علي، ودي مهمه جدا، واعتقد نجحت في ان هو طبعا يجيب هدف في اول ثلاث دقائق، وساعد النادي الاهلي بعد كده ان هو يستحوذ ويعمل ضغط على فريق الترجي التونسي، بحيث اعتقد الترجي التونسي ما كانش فيه اي خطوره في مباراه الاياب تماما. بس استا كوره يان ساس يعني وقعت شويه لكن غير كده الترجي ما فيش خطوره تماما، وده طبعا يرجع للعيبه النادي الاهلي ومصر الكره والجمهور طبعا طبعا صح يا بلال. الجمهور يعني جمهور النادي الاهلي طبعا يعني التابلو اللي اتعمل ده واحد من التابلوات برده اللي تضاف يعني زي ما في دولاب بطولات في الكؤوس والالقاب اللي حققها النادي الاهلي، في دولاب لحظات لا تنسى لجماهير النادي الاهلي، منهم اللحظه اللي اتسجلت في نهائي الترجي. بالظبط يا احمد، يعني احنا دايما بنقول ان جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد مش رقم 12. جمهور النادي الاهلي دايما عنده افضليه كبيره جدا، وبيدي افضليه نوعيه لفريق النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي داخل ارض الملعب في لقاءات انت ممكن ما تكونش فيها الافضل، ولكن انك بتستمد الروح الكبيره من جمهور بيملى الملعب من الساعه تقريبا 4 او 5 العصر وقبل انطلاق اللقاء بالشوطات اللي اتلعبت للجمهور قبل بدايه يعني اللي ما اتنقلتش على الهواء على الهواء حاجه لا لا حاجة ولا احنا كنا يعني. يعني احنا كنا في الملعب وشفنا شاهدين من اول اليوم لحد بعد اجواء حتى الاحتفال، فلا جمهور النادي الاهلي دايما في الموعد، دايما هو زي ما بقول لك اللاعب رقم واحد اللي بيكون ليه التاثير الكبير على نتيجه الاداء في مباريات ممكن تكون صعبه بدون الجمهور، ولكن جمهور النادي الاهلي عندما يحضر بيدي الاضافه المطلوبه. خليني بس عايز اكمل كلامك انت واحمد في حته تغيير ديانج او تغييرات مارسيل كولر بشكل عام في اللقاء. انا بشوف ان كولر اختار اللعيبه اللي تخدم السيناريو اللي هو رسمه. هو كولر ما تعاملش مع اللقاء بناء على يعني متغيرات اللقاء او التحركات لعيبه الترجي او حتى اداره كاردوزو للقاء من ناحيه الترجي، ولكن هو واضح ان مارسيل كولر كان حاطط سيناريو معين، شفنا ان هو اشتغل عليه كمان بعد احراز النادي الاهلي للهدف المبكر. مش هقول ان 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 كولر تفاجأ باحراز النادي الاهلي للهدف، لان احنا معانا الهدف بتاع النادي الاهلي ولما نيجي هنتكلم عليه هنقول قد ايه ان ده شغل جهاز فني، وده دورنا ان احنا كمحللين فنيين ان احنا نبرز. اهولو خلي بالك انا عايز اقول لك لعيب هو ضرب اللخمه لا وبعدين هو المفروض كان احنا خلصنا عليه، ولكن على ارض الملعب والله في كل كوره قاعد اتفرج في الملعب مش ممكن. كل كوره السردباكين واللعيبه اللي حواليه بيسلموه لازم يبصم على كل كوره. فخلينا نقول يا احمد ان مارسيل كولر اختار اللعيبه اللي تخدم مروان دي طرد على فكره طبعا. هو احنا كنا حتى لسه بنتكلم فيها ان ده برضو احنا مش عايزين نيجي على الحكم، انا كنت بشوف ان الحكم موفق جدا نادالا واحد من افضل حكام القاره، ولكن الفار في الكوره دي لم يستدعي الحكم ورغم ان اللعب وقف لوقت كبير ولكن ما استدعوش. فخلينا نقول ان مارسيل كولر راح للتغييرات اللي تخدم السيناريو اللي هو عايز ياخد المباراه لللاين ده تحديدا. يعني مارسيل كولر لما اختار ياسر وطاهر، لما اختار قفشه وكهربا، لما اختار كمان اليو ديانج، خمس تغييرات تقول ان مارسيل كولر كان عايز يلعب بشكل معين. حتى لما تم استبدال بيرسيتاو اللي راح لعب مكانه امام عاشور في واحده من الحاجات اللي اول مره يمكن يعملها ان يلعب امام عاشور كهاف ليفت، وده دايما امام كنا متعودين ان هو بيلعب رقم 8، وراح للناحيه دي لان امام كان فاتح شارع. امام بالمناسبه عمل معدل مراوغات هو الاعلى في البطوله، 6 مراوغات ناجحه في لقاء واحد، فامام كان متالق جدا، ويمكن عاندنا الحظ في بعض الكرات ابرزهم كره طبعا محمد مجدي قفشه اللي كانت في اللقاء كان ممكن تزيد الغله. حسين الشحات كان عنده اكتر بتاعت تزيده الامام برضو اللي شالها وكان حسين عنده واحده في الشوط الاول كمان ممكن يعني تريحنا شويه. فاعتقد ان مارسيل كولر رسم سيناريو اداره او ادار اللقاء بالسيناريو اللي هو رسمه اذا ما احرز النادي الاهلي هدف مبكر، لذلك هو اختار اللعيبه اللي تخدم السيناريو ده واللي تحافظ له على الشكل اللي هو عايزه على ارض الملعب، وقدر في النهايه يعبر بالمباراه لبر الامان وبالفوز والتتويج. طيب قبل ما انقل للمنتخب بس عندي دايلاما كده، يعني طبعا زي ما كنت بقول في بدايه الحلقه انه من مكاسب البطوله انك انت تحقق لقب دوري الابطال انك انت خلاص تاهلت، انت كده كده سيبك من العك اللي حصل عندنا في الدوري، هنبعت الترتيب قوائم الانديه المصريه اللي بتشارك في دوري ابطال والكونفدراليه بناء على الدور الاول ولا بناء على البطوله ككل، هنبعتها في 15/6 ولا هنبعتها في اول 7، سيبك من العك ده كله بقى. الاهلي دلوقتي في دوري الابطال، وان شاء الله باذن الله طبعا ده ما يمنعش الاهلي هينافس على لقب الدوري، بطوله تظل مهمه جدا بالنسبه للجماهير، لكن السؤال هنا اذا ما تاهل الاهلي بصفته حامل اللقب، هل ده معناه انه
هيظل للأندية المصرية مقعدين في دوري الأبطال ومقعدين في الكونفدرالية، أو بمعنى تاني إذا كان الأهلي في دوري الأبطال وهو بإذن الله بطل النسخة دي، هل ده معناها إنه التاني وثالث الدوري هيشاركوا في بطولة دوري الأبطال ورابع وخامس الدوري مثلا هيشاركوا في الكونفدرالية، أو رابع الدوري وبطل الكاس هيشارك في الكونفدرالية؟ وإذا كان بطل الكاس هيبقى هو بطل هو النادي الأهلي برضه، فهل ده معناه إن في نادي رابع هيشارك؟ ده معناه إنه الأجندة السنة الجاية قد تكون مزدحمة جدا جدا، وخصوصا إنه في بطولة مستحدثة أو في بطولتين مستحدثتين. البطولة الأولى هي كأس القارات اللي هي الإنتركونتيننتال، الأهلي هيلعب فيها، ويلعب كمان في كأس عالم مكبر، يعني مش عدد الماتشات القليل، نتمنى إن شاء الله المشوار يطول بينا، لكن بطولة كبيرة جدا وهيشارك فيها عدد كبير جدا من الأندية، وهيبقى على أجندة الأندية المصرية. أنا عايز أعمل لك أوبستراكشن بس، أنا هو في معلومات عن السوبر ليج ولا لسه ما؟ يعني السوبر ليج لم يحدد، طبعا اللي كان مطروح السنه اللي فاتت انه هيتم الغاء الكونفدراليه وهيبقى دوري الابطال والسوبر ليج، لكن لغايه دلوقتي مفيش حاجه واضحه، وكان متقال في السوبر ليج انها هتبتدي ب 12 نادي، وتم تقليص عدد الانديه لـ8، وقالوا هيرجعوا السنه الجايه يزودوا عدد الانديه، فحتى الان الوضع مش الوضع على مستوى تنظيم المسابقات يعني سواء في الاتحاد الافريقي او في الاتحاد المصري مزري حقيقة. محدش حاطط في حساباته شكل الموسم اللي جاي، وانت هتكون داخل على المرحله النهائيه من تصفيات ايه؟ كاس العالم. لا ده على النقيض بقى يا احمد، في اوروبا الموضوع متاخد قرار من السنه اللي فاتت ان الرباعي. هسيبك تستمتع ونرجع للعك. يلا بينا. يعني نستمتع الاول وبعدين نحدد. يلا بينا. نستمتع. تعالوا بقى نشوف كده، نفتكر الثلاثه كورنرز، اللعبه اللي اتكررت من الاهلي في ثلاث نسخ من دوري الابطال. دي نسخه القضيه. عمرو السوليه. ده نهائي القرار. ده عمرو السوليه. اللي ما خدش حقه بصراحه. ما خدش حقه بصراحه. يعني صحيح القضيه كانت طبعا وشمال معلول البلسم، يعني طبعا الباس السحري اللي سجل بيه الاهلي الهدف الاول في الزمالك نفس اللقطه، وكانت طبعا واحده من اسباب حسم اللقب لنادي الاهلي. اللقطه الثانيه معلول كورنر، معلول كازابلانكا، مركب محمد الخامس، معلول مركب مسجله، بس المره دي اللي قطع عبد المنعم كامبوس. من احلى طبعا كامبوس. من احلى الاهداف يعني ولد هو الحقيقه، يعني من احلى الاهداف جه على الحركه القريبه وحطها. عارف عبد المنعم ده يعني طبعا هو لسه صغير وقدامه ان شاء الله باذن الله مشوار طويل في الملاعب، عارف لما يستوي يعني هو امكانياته هائله جدا مش شك ان هو مدافع يعني. عصري ما شفناهوش في الكوره من نكهه اوروبيه صح مدافع عنده كوره، ودي نادره شويه في المركز كرة بتاعه كوره وشخصيه، لكن كمان لما يهدى شويه والنضج عنده يبقى في مستوى اعلى هتشوف، وهو يستاهل كل خير بصراحه طبعًا. ودي اللقطه الثالثه طبعا، ورامي ربيعه، والمره دي بتوقيع طبعا حسين الشحات نظرا لغياب طبعا. انا عايز اقول لك يعني برضه سبحان الله يعني الملعب واول ما الكورنر ده اتحسب والله يا احمد الناس حسين. اللي حواليه لا كله قال فينا كمعلوم. فحسين الشحات قال لهم ما تزعلوش انا موجود اقوم انا بالدور ده. بس انا عايز اقول لك في الكوره دي انا في اي كورنر دلوقتي اي كورنر يعني باي ديفولت كده اوتوماتيك يلا منع يعني براهن على منعم جدا جدا في ما انا عايز بقى يا احمد بص انا جايب انا جايب بس الحاله بتاعت هدف اللقاء عشان نبرز زي ما قلت يا احمد دور او شغل الجهاز الفني في التحضير للقاء. معرفش انا الصور عندهم في الاعداد ثلاث كرات هتوضح لك قد ايه ان الجمله دي متفق عليها داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي مع شرح كمان اللعيبه. ايوه يعني مش عارف انا عايز اقول لك من الكواليس يعني ان الكره دي قبل ما تتلعب كان في اتفاق بص يا احمد بص انا المنعم والشحات لا بص بقى انا هقول لك ده الكورنر ده الشحات لسه راح يلعب الكوره ده كان شكل الثلاثي الاهلاوي في الكوره دي محمد عبد المنعم وراه اسامه ابو علي وراه رامي ربيعه الثلاثه واقفين ورا بعض قبل ما تتلعب الكورنر. بص الحاله اللي بعدها على طول بص منعم بيسال حسين الشحات انت هتلعبها ازاي يعني واضح ان هو بص رافع ايده الاثنين وبيقول له هتلعبها ازاي فحسين الشحات شاور له بس في كوره دي مش باينه وهيلعب على طول حسين الكورنر. بص يا احمد شاور له هو ورامي هو اللي فاهم هم كانوا متفقين قبل الجيم على جمله يعني منعم راح وقال للشحات انه ايه اللي بيعمله هو معلول في تنفيذ الضربات بالظبط ما انا بقول لك في كوره هو شاور له بعدها هم هو بص الكوره دي اتلعبت ده منعم قطع على القريبه وسحب اثنين معاه سحب اثنين معاه ودخل قطع على القريبه وسام طبعا دخل... كاردوزو محفظها لهم منعم ما يقطعش على القريبه وتسيبوه يطلع يركب كره لوحده. بص هو منعم قطع على القريبه اهو ففض الدنيا وراه دخل وسام ابو علي في النص اتلعبت. بص بقى في الصوره اللي بعدها اخر كره اتلعبت العرضيه وربيعه دخل حطها
في المرمى. فده شغل مدير فني او شغل جهاز فني. احنا حبينا نبرز الهدف اللي احرز منه النادي الاهلي هدف كان هدف غالي لانه هدف ببطوله. فما حدش يفتكر ان هي عشان كورنر صدفه. لا ده شغل متفق عليه. احنا شفنا الثلاثه واقفين ورا بعض، واحد بيقطع على القريبه، واحد بيقطع في النص، وثالث واحد هو اللي بيسجل الهدف. الحظ لا يخدم الا الاقوياء. صح. لا او ان انت يعني 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 وارد جدا التوفيق واحد من اهم عوامل النجاح في كره القدم. وارد جدا تعمل كل حاجه في الكوره. طب ما هو السيتي عمل كل حاجه في الكوره قدام الريال وخسر من مانشستر يونايتد. خسر عشان مانشستر يونايتد. ماشي يا سيدي. اه ده احنا نسينا. انا قلت له خسر من مانشستر يونايتد. ده انا لسه بقول لك الاهلي هو ريال. هو استخبى في الاهلي هو ريال. لا بس في حاجه مهمه احمد، يعني معلش اقطعك، ان النادي الاهلي يجيب هدف في الترجي التونسي بكره ثابته دي مهمه جدا. تبين ان طبعًا ان كولر مذاكر كويس ان الترجي التونسي مميزين في الكرات الثابته. صحيح صحيح. دي واحده من دي حاجات مهمه جدا يعني. طيب عايز ارجع معاكم شويه للكلام اللي كنت بقوله. الموسم اللي جاي شكله ايه وهنعمل فيه ايه بجد؟ يعني بالنسبه للاهلي هو موسم يكاد يكون مستحيل. يعني فكره انه واحد من الاصوات الظريفه اللطيفه كان بيقول لك طب ايه يعني نعمل ايه، يعني هننافس الاهلي ازاي؟ طب الاهلي بقى يعمل فرقه ثانيه بحيث يقدر يبقى في منافسه في قاره افريقيا، يبقى بين الاهلي ايه والاهلي بي، فيبقى في شكل منافسه او فرقتين. طب ما نشتري نادي ثاني. سنه ياخدها سنه ياخدها الاهلي ايه وسنه ياخدها الاهلي بي، بدل ما انتوا كده مسيطرين لوحدكم. فاصل ونرجع نتكلم بقى. عايز اتكلم الاول على الموسم اللي جاي بجد، وعايز اتكلم كمان على اختيارات كابتن حسام حسن لقائمه منتخب مصر وماتشين مهمين جدا بعد فوز الاهلي. خليني اقول لكم انه تم استبعاد، لسه حالا الخبر جاي لي، تم استبعاد او من امبارح بالظبط، تم استبعاد رمضان صبحي من امبارح بسبب قصه المنشطات، وحاليا تم الاعلان عن ضم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز بدلا من اسم رمضان صبحي. ما استنوا ابراهيم عادل لما احرز الهدف. فاصل ونرجع لحضراتكم. غريبه القائمه دي، غريبه جدا. يعني الدوري الهولندي مفهومه وطبيعي ومنطقي انه واحد من افضل الدوريات اللي ما يتحسبش هو داخل بالمناسبه في المنافسه من حيث التقييم، قرب يخش او يهدد الدوري الفرنسي في قائمه الدوريات الخمسه الكبرى، لكن يظل منطقي وجوده في الصداره. لكن فكره ان الدوري السويسري ومن بعديه الدوري البلجيكي ومن وراهم البرتغالي، دي بالنسبه لي تركي غريبه جدا. تركي كمان. والتركي طبعا. هو البرتغالي ما كانش معانا تقريبا ولا كان معانا؟ لا موجود. البرتغالي كان هولندي سويسري بلجيكي بلجيكي برتغالي تركي. خمس دوريات. اعتقد ان احمد ان الفرق او الانديه بدات تروح للدوريات دي لان اعتقد ان مبالغ اللعيبه مش هيكون مبالغ فيها. يعني انت لما تروح تجيب لاعب من الدوري السويسري او لاعب من الدوري البلجيكي او لاعب حتى من تركيا او من تصدق والله حتى هولندا. لو جبت من الايطالي ولا الفرنسي مش هتلاقي برضو مبالغ احنا داخلين على ارقام قريبه من الدوريات. وانا انا عندي تفسير تاني برضو ممكن، يعني ما اعرفش هو صح ولا لا، بس انا اعتقد ان اللاعبين الشبان اللي لسه بينشطوا في الدوريات الاوروبيه اعتقد ان هم بيختاروا يروحوا دوريات زي دي علشان يعرفوا يتاقلموا ويعرفوا ياخدوا فرص او دقائق لعب كبيره تاهلهم بعد كده ان هم ينتقلوا للدوريات الاعلى. أيوة. فاعتقد ان ده سبب رئيسي وسبب مباشر ان ده منبع الدوريات. صحيح. الكبيره يعني. افتكروا الاسماء دي، يعني انا قلت لكم من ساعه لما ابتديت السادسه على اسماء كتير جدا، النهارده بقت من اهم نجوم اوروبا ما كانش حد يعرفهم، يعني جود بيلينغهام، فيل فودن، اسماء كتير اتكلمنا عليها وهي في بدايه المشوار. يعني النهارده بتتكلم على فيل فودن افضل لاعب في الدوري الانجليزي، جود بيلينغهام نجم طبعا الريال السنه دي، ديزيري دوي بيلعب في نادي اسمه انجي، لاعب فرنسي. انا بقول لكم ده ميكس بين كيليان امبابي وتيري اونري، يعني ده قنبلة فرنسية هتنفجر في السنوات القادمة. في بنجامين سيسكو، ده مهاجم لايبزيج الألماني، لاعب من شرق أوروبا، مش أوكرانيا، حاجة كده يعني، أرمينيا حاجة كده يعني، حاجة هالاند الجديد بس على كورة. يعني هالاند ما عندوش كورة قوي، كورته مش عالية، لكن ده هالاند الجديد بس على كورة. واستيفاو ويليام ده برازيلي، ده مسمينه في البرازيل ميسينيو، هم شايفين انه دي موهبه اللي تخلف ليو ميسي. يعني هو اسمه استيفاو ويليام، وده حاليا في خناقه عليه بين برشلونه وتشيلسي. الثلاث لعيبه دول ممكن جدا السيزون اللي جاي يبقوا قنابل في انديه كبيره جدا في اوروبا. فالحقيقه زي ده تدليل على كلامك اللي كنت بتقوله انه
لعيبه بتبقى صغيره، المقابل المالي مش كبير قوي، بيعملوا النقله الكبيره جدا للانديه دي. اكيد اه، واكيد حتى احمد لما تيجي تبص حتى دلوقتي في توجه الانديه العالميه الكبيره وتشوف مين الانديه اللي نجحت، هتشوف ان اللعيبه او الانديه اللي راحت لطقم سكاونتنج عندهم فكر وتخطيط للسنين اللي جايه، مش للعيبه اللي لسه معتمده او الانديه اللي لسه معتمده على اللاعبين كبار او لاعبين اسماء. اه انت ممكن تروح للاسماء زي ريال مدريد ما بيروح كل سنه او سنتين لاسم كبير، يعني جود بلينجهام. وانا بيتهيألي ده مثلا التراك اللي مفترض هيشتغل فيه الاهلي في الفتره اللي جايه، يعني انت النهارده السكواد بتاعك تقريبا بنسبه خلينا نقول 95% منهم سوبر ستارز، يعني كلهم مختلف وبروفايلات متنوعه بالظبط. ولما بداوا ما كانوش اسماء، يعني مصطفى شوبير الحارس الاساسي دلوقتي ما كانش اسمه، هو لاعب صاعد من النادي الاهلي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، عبد القادر، كل اللعيبه قوام الفريق زي ما انت بتقول دلوقتي. حتى المحترفين يعني رضا سليم لما انت جبته كان لاعب صغير، اليو ديانج لما انت جبته كان لاعب صغير، كريستو الضاوي لما انت جبته لاعب صغير، وسام ابو علي انت جبته من احد الدوريات الاوروبيه برده لسه لاعب مواليد 99 فلاعب صغير. فده ده حقيقي النادي الاهلي. عشان بقول لك اعتقد ان طريقه الاهلي في التفكير في السيزون اللي جاي مش هتعتمد على فكره الكيف، يعني مش محتاجه اربع خمس لعيب لو بتتكلم ولا بقى اللعيب اللي بيتالق في الدوري ويكسر الدنيا وبعدين لا 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 تجيبه ما يعملش حاجه خلاص الموضوع اختلف. يعني انا لو ماسك بادجت النهارده بكلم في اسم او اتنين بالكتير قوي بالزبط. اجيب حاجه مش موجوده في قاره افريقيا. مصطفى يعني كولر بيعمل كده اصلا فعلا، يعني فكره انك انت تجيب حاجه موجوده في الملعب على طول بتديك بيرفورمانس مش موجود في السكواد، مش موجود في قاره افريقيا كلها، عشان انت انا عيني كجمهور النهارده على الانتر كونتيننتال شايف ان نظام البطوله دي يسمح للاهلي على الاقل يوصل، يا ممكن جدا توصل مباراه نهائيه، فبالتالي لا ومع المردود المالي الكبير المنتظر، انت النهارده بتتكلم على 4 مليون دولار في دوري ابطال، ان شاء الله باذن الله السوبر برضو اعتقد جوائزه نص مليون دولار، المشاركه في الانتر كونتيننتال، المشاركه في كاس العالم، ايا كان بقى وصلت لغايه فين فيها مبالغ ماليه كبيره جدا، فممكن ده يساعد بدل ما اصرف على اربع خمس صفقات. لا بتكلم انت النهارده في كل مركز الحقيقه عندك اتنين نجوم على اقل تقدير، ف بتتكلم في صفقه او اتنين ما جاتش في افريقيا قبل كده بالظبط. طيب هروح معاكم بقى هروح معاكم لقائمه المنتخب الاول قصه رمضان صبحي واستبعاده اللي تم الاعلان عنه امبارح، والنهارده الاعلان عن ضم ابراهيم عادل، على الرغم ان اتحاد الكوره كان عارف قصه الايقاف من فتره من كذا يوم، يعني فيها ضبابيه شويه، يعني شيء غريب الحقيقه. نستعرض القايمه معاكم في حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدي سليمان، خط الدفاع محمد عبد المنعم، رامي ربيع، ياسر ابراهيم، احمد رمضان بيكهام، محمد هاني، اكرم توفيق، محمد حمدي، احمد فتوح، خط الوسط مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد نبيل كوكا، امام عاشور، احمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، خط الهجوم مصطفى محمد شريف، محمد الشامي، واحمد امين اوف تمام. ومحمد شريف طبعا، ومحمد شريف عنده مباراه النهارده محمد شريف، ونزود عليهم بقى ابراهيم طبعا عادل. ابراهيم عادل تم الاعلان منذ قليل عن ضم ابراهيم عادل بعد استبعاد رمضان صبحي، ليها تفسير بالنسبه لك؟ يعني انا بشوف ان ابراهيم عادل كان يعني يستحق الانضمام من قبل حتى ما يتم استبعاد رمضان صبحي. انا شايف ان ابراهيم عادل الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس او بصوره كويسه مع نادي بيراميدز، فاعتقد انه كان يستحق الانضمام. شايف لعيبه كتير كانت تستحق الانضمام في الحقيقه، 9 من الاهلي، 4 من الزمالك، بما انه بنتكلم على بطل دوري الابطال، بطل الكونفدراليه، فتسع اسماء تم اختيارهم من النادي الاهلي واربع اسماء. هو بص يا احمد، خلينا نقول ان كل الدعم الكابتن حسام حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر، احنا كلنا وراه، ولكن احنا بنناقش اختيارات كحاجه طبيعيه جدا في او شغل الصحافه والاعلام والمحللين في العالم كله، ان هو تناقش اختيارات المدير الفني خصوصا لما يبقى في علامات استفهام. يعني انا بشوف ان في علامات استفهام بالنسبه لموضوع الاحلال والتجديد. يعني انا كابتن حسام حسن انا بلاحظ ان هو في اختياراته اللي هي المفترض ان هي بتدي انطباع عن الاحلال والتجديد، انا بشوفها فنيا مش منطقيه، لان انا ما اعتقدش ان كابتن حسام حسن مثلا هيروح لمحمد الشامي لاعب النادي المصري وليه كل الاحترام، لعيب مهم طبعا في الدوري المصري، ولكن انا ما اعتقدش ان هو هيروح له في مباراه مثلا بوركينا فاسو او غينيا بيساو في غينيا. يعني انا كنت بشوف ان في لاعبين تانيين عندهم الخبرات لازم تدي الانطباع في التجديد للعيبه. انت ممكن رتب لي اسماء المهاجمين اللي اختارهم كده من حيث يعني بص، هو خلينا متفقين ان مصطفى محمد طول ما هو سليم وفات مش هيطلع من الملعب. تمام. يعني مصطفى محمد لن يتم تغييره، فالثلاثه اللي بيجوا بعد كده محمد شريف، انا بتفق مع اختيار محمد شريف، لان محمد شريف طريقه لعبه بتختلف لو
حبيت تغير في الطريقه عن طريقه لعب مصطفى. ده لاعب تارجت راس حربه صندوق بيلعب مميز في العرضيات. محمد شريف مميز في التحرك العرضي والطولي ان هو بيعرف يسرق خط الدفاع. هم بروفايل مختلفين بالظبط. ولكن احمد امين اوفا يعني ستايل او بروفايل مهاجم مهم جدا قوي ومحطه نفس الكلام مميز شبيه شويه طريقه لعبه لطريقه لعب مصطفى محمد. فاعتقد ان وجوده مهم مع مصطفى كنفس طريقه اللعب. محمد الشامي انا ما اعرفش ما بحسوش هو المهاجم او اللي انت ممكن تلعبه مهاجم في منتخب مصر، خاصه ان هو مصنف في القائمه انه راس حربه. انا كنت بشوف ان انت ممكن مثلا تلجا للاعب زي احمد حسن كوكا، عنده رصيد خبرات كبيره، عامل موسم جيد مع فريق الانيا سبور في الدوري التركي، يعني عنده بص لف وشه على طول. لا هو حقه انا 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 بشوف ان احمد أسمع رأيك. انا بشوف ان احمد حسن كوكا حتى الان لم يحصل على فرصه حقيقيه مع منتخب مصر. كان يستاهلها من وجهه نظري، كان يستحق لانه هو لما تيجي رغم حصوله على فرص كتير جدا قبل كده، بس يعني هو بص هو يعني هو بس. ولكن السيزون ده ماشي بشكل كويس مع الانيا سبور، يمكن احنا كنا لسه بنتكلم عن ارقامه، احرز 9 اهداف في الدوري والكاس وعنده كمان 2 اسيست، يعني مزبوط. 11 مساهمه في 19 مباراه في تركيا. على فكره الدوري التركي دوري قوي جدا، وهو كان احرز هدف مميز قوي امام بشكتاش من مباراتين تقريبا. انا كنت بشوف ده اسم، كنت بشوف ان اياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي اللي شارك بالمناسبه تقريبا في معظم مباريات النادي الروسي كحل، ان انت بتدي انطباع ان انا عايز اجدد، اجيب عنصر زي ده ادخله في وسط المدافعين اللي انا ضمتهم للمنتخب واحاول اعتمد عليه. بشوف ان سام مورسي افضل لاعب في الشامبيونشيب، اقوى بطوله بعد الدوري الانجليزي. هو مكتوب والله والله، انا بس كاتب بالاولويه يعني او علامه الاستفهام الاكبر ثم او الاهم ثم المهم. انا شايف انه عمر كمال، عمر كمال طبعا، عمر طبعا كبيره جدا، اتنين عمر، عمر كمال، وانا بشوف ان عمر الساعي كمان لاعب الاسماعيلي، الاثنين دول كانوا يستحقوا فرصه حقيقيه مع منتخب مصر وقادرين ان هم يحجزوا مكان اساسي، سواء عمر كمال او عمر الساعي من النادي الاسماعيلي. طيب احمد شوف بقى مصطفى. يعني اختلف في جزء مع بلال في الكلام، يعني في حته الاختيار يعني البدايه اللي هو طرحها. هما الحقيقه بيختلفوا على الهواء بمنتهى الود والاحترام، المشاكل والخناقات كلها بتحصل بعد الهواء على طول بره لا يعني انا عايز اقول حاجه بالنسبه للمنتخب المصري، اللعيب الدولي لعيب مختلف، فكره ان انت تبقى لعيب كويس بتظهر في الدوري المصري ده شيء، واللعيب اللي استحمل ضغوطات في المنتخب المصري ده شيء تاني خالص. طبعا عمر الساعي من اللعيبه اللي ظهرت في الدوري المصري، لكن هل من المنطق عمر الساعي لما يدخل قائمه منتخب مصر هيلعب على احد اللاعبين اللي موجودين الكبار اللي موجودين؟ الكلام ده مش منطق. طيب خلينا نتفق على حاجه، يعني بدءا دي بدء، القائمه اللي بيختارها كابتن حسام ممكن يكون نسبه 60% منها مش هيلمس كوره بالظبط، لكن هي القصه والكلام ده مع كل مدير فني مش مع كابتن حسام بس، لكن القصه انك انت اولا عينك على كاس عالم 26 في متوسط اعمار محتاج غصب عنك ينزل، في لعيبه ما خدتش اجواء اللعب الدولي مع المنتخب، ما فهمتش شغل المدير الفني للمنتخب، ما انضمتش المنتخبات قبل كده، محتاج تاخدها تحضرها وتجهزها. لو هو اللي عليه العين طبيعي جدا انه حتى يخش معسكر بس ما يلعبش. يعني طبعا كلامك مهم جدا، وفكره ان انت تفكر للمستقبل ده مهم جدا، لكن هو برضه في نفس الوقت كابتن حسام حسن مضغوط. وهنا الحقيقه كمان يعني الوم على كابتن حسام، مش هقول اسماء، لكن انه ما فيش، انا عارف طبعا في اجنده دوليه للمنتخب الاولمبي، لكن انا اشوف في كتير من اسماء المنتخب الاولمبي تصلح جدا طبعا جدا. هو مفيش غير كوكا بس طبعا، مفيش غير كوكا بالظبط. هو كابتن حسام واضح انه مقتنع جدا باحمد نبيل كوكا من البدايه، في يعني في اكتر من لاعب هو مقتنع بيهم وكان بيتكلم دايما عنهم، احمد نبيل كوكا، رمضان صبحي، اكرم توفيق، في لعيبه كده معينه هو دايما عنده اقتناع كامل بيهم، وبالنسبه له هو يعني شايف ان اللعيبه دي لازم تبقى موجوده معاه في أي, اي في اي منتخب يعني او في اي فريق. بخصوص بس يعني عمر كمال، سام مرسي طب كمل عمر كمال بس، عمر كمال كمان ليه واقفه معاه، يعني انا كنا اتكلمنا معاه في السادسه هنا من فتره طويله، بتتكلم على موسم بالنسبه له هو الانجح، بس خلينا نكمل عمر كمال. هو يعني بشوف ان اللعيب الوحيد اللي اتظلم، اللاعب الوحيد اللي اتظلم ان عمر كمال كان لاعب يستحق ان هو يتواجد، واحيانا ممكن يتواجد كاساسي. انت ممكن تجيب لاعب، انت عمر الساعي لعيب كويس وظهر كويس جدا، لكن عمر الساعي هيدخل وسط المجموعه يعني فقط لا غير، مش هيبقى ليه دور كبير. لكن عمر كمال خبرات وشارك لعيب دولي ولعب افريقيا طبعا ومقدم اداء كبير جدا مع النادي الاهلي، لولا ان هو مش متأيد في افريقيا كان يبقى ممكن يبقى ليه دور كبير جدا في نهائي افريقيا. فاحنا بنتكلم ان عمر كمال انا بشوف ان اللاعب الوحيد اللي اتظلم كان يستحق يتواجد حتى بشكل اساسي مع المنتخب المصري. سام مرسي ما اتظلمش؟ سام مرسي يعني في جزء ظلم، لكن يعني لان سام مرسي مقدم اداء كبير جدا بقاله سنوات. لكن سام مرسي لو تواجد مع المنتخب المصري وهل هيتواجد على حساب مين؟ انا بتكلم دلوقتي لو حسام مرسي موجود بغض النظر عن الانجاز الكبير اللي عمله. أيوة. والصعود الكبير جدا عمله مع فريقه. خليني قبل ما تكمل كلامك انا هقف معاك. ما ينفعش اكمل.
خلينا احنا ديمقراطيين يا بلال. خلينا افكركم، احنا اجرينا انا يعني فيديو كونفرنس مع سام مرسي حلقه السادسه 31 مارس 21، كنا بعتنا له مجموعه من الاسئله وهو سجل لنا يعني اجاباته عليها بالفيديو، بعت لنا الفيديو ده. تعالوا نفكركم سام مرسي قال ايه من 3 سنين فاتت، وتعالوا ارجع معاكم ونشوف سام مرسي واقف فين النهارده وازاي اوفى بوعوده اللي كان شايفها او كان بيحلم يحققها من 3 سنين فاتوا النهارده، ومع ذلك لم يتم ضم او لم يتم طرح اسمه اساسا على قائمه منتخب مصر. نشوف مع بعض. So the season in Middlesbrough, it's been a good season so far, and there's still an opportunity to get in the playoffs. Obviously, I had a long affiliation with Wigan, but it's been a new challenge, and I'm hopeful we can kick on in the last part of the season. No, there's been no offers from the Premier League. The goal this season is still to try and get in the playoffs to get promoted. Middlesbrough, obviously, a massive club, and we hope if not this season, then in the very short future, we'll be able to get promoted to the Premier League. Why haven't I appeared with the national team since my last appearances? I don't know. New managers have come in and every new manager have different ideas. I just have to continue to work hard and wait for an opportunity, and I'm hopeful that the manager will call me up to a camp. There's been no communication from the coaching staff. Yeah, of course, I'd love to represent Egypt again and I'm working hard to do so. It's disappointing that I haven't had the opportunity to show the manager and the staff what I can do, but I'm hopeful that will come soon, so I just have to keep working hard, put my head down and keep working. I've had many great moments in the Egyptian shirt. My debut was an amazing experience for me, and also my World Cup debut as well against Uruguay was a moment I would never ever forget. There's been great times, and obviously I miss the players and the staff a lot, great people, and I'm hopeful I will get there soon. Yeah, I follow Egyptian football all the time, and I've got a lot of my old teammates there doing well, so I like to keep a track on them and see how they're doing. Yeah, there are some great guys in the Premier League. Mohamed Salah, Trezeguet, El Mahamedi, all doing really well, all great guys. I think Salah's changed the face of African football. He's one of the best players in the world now, and it's a pleasure to have played alongside him. He's a great player and a great person. The Egyptian players are doing really well, and the interpretation and the reputation of Egyptian players now in Europe is very, very good. When people speak about Egyptian players, they speak about quality, technical quality, athleticism. I think Salah's definitely had a massive input in this, but Egyptian players are respected all around the world. A lot of my teammates watched the Al Ahly Bayern Munich game and they're very impressed. So the profile of Egyptian players is going up all the time. My message to the coaching staff is just I'm just going to keep working hard and keep plugging away and be hopeful of a call up. That's all I can do. I'd love an opportunity to show what I can do. The closest people to me, Hagazi is a good friend of mine. Wench is a very good friend of mine. El Mohamedi is a good friend of mine. And Coca's really close with me as well. So there's a lot of great guys, and I think one day there'll be an opportunity for me to play in Egypt. And I'm hopeful of seeing everyone soon. Thank you. ده كلام سام مرسي لينا في السادسة من 3 سنين فاتوا، أكتر من 3 سنين، بكلام حلقة 31 مارس 2021. كان ساعتها جاي من ويجن رايح لميدلزبرو، وبعدها لعب في السنة دي وصل لأنه يلعب في إبسويتش تاون، ونجح في قيادة إبسويتش تاون لأنه يصعد للبريمير ليج، وهيكون اللاعب المصري الوحيد. يعني الموسم اللي هو بيتكلم فيه ده كان صلاح بيلعب في ليفربول، النني بيلعب في ارسنال، تريزيجيه في استون فيلا، المحمدي واضح كمان من كلامه كان لسه بيلعب في الدوري الانجليزي، فكان عدد كبير من اللعيبه في مصر بتلعب في البريمير ليج. السنه دي هو الموسم الانجح لسام مرسي مع ابسويتش تاون، مش بس عشان نجح في انه يعود بيه للدوري الممتاز في انجلترا البريمير ليج، لكن كمان باختيار الجماهير سام مرسي هو افضل لاعب في بطوله الشامبيون شيب السنه دي، وبالتالي كانت علامة استفهام. انا عايز بس اقول لك على حاجه احمد قبل ما لعدم اختيار يعني سام مرسي بعد ما انتقل لميدلزبرا كان تعرض لاصابه كبيره، والنادي الانجليزي استغنى عن خدماته، فاختار ان هو يبدا التجربه بتاعت ابسويتش تاون
من الدرجة الثالثة وفضل واستمر مع النادي من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية ومن الدرجة الثانية لحد ما قادهم للبريمير ليج. فأعتقد وعلى فكرة بالمناسبة هو كابتن الثلاث فرق بالظبط. يعني هو سام مورسي كان قائد الفريق وفرديا فاز بجائزه افضل لاعب في الشامبيون شيب اللي انت عارف بطوله مهمه جدا. وبالمناسبه النهارده في لقاء تحديد الفريق الصاعد الفريق الثالث الصاعد للدوري الانجليزي وانت عارف ان دي اكبر انا عارف او اغلى ميدلسبرا تقريبا او مش يعني ممكن شهاب يقول لنا مين هيلعب النهارده تقريبا ليدز وفريق ثاني ساوثهامبتون. الجائزه بتاعه الشامبيون شيب 500 مليون دولار اغلى من جائزه الدوري البريمير ليج. 500 مليون دولار الفوز بالبطوله دي بياخد جائزه ماليه اكبر من السيتي اللي فاز ببطوله البريمير ليج. اسمها المباراه اللي هتلعب النهارده احمد بالمناسبه اسمها اغلى مباراه في كره القدم. يعني مفيش جائزه على كافه البطولات والمباريات تساوي العوائد الماليه بتاعتها تساوي الجائزه اللي النهارده هيفوز بيها الفريق اللي هيصعد للبريمير ليج كثالث فريق صاعد. فاعتقد ان سام مورسي عنده نجاحات جماعيه باعتباره قائد الفريق وعنده نجاح فردي ان هو صحيح. فلو في لاعب واحد فقط اتظلم في عدم اختيار المنتخب مصر هذا المعسكر فهو سام مرسي. اتظلم ظلم بين في عدم اختياره او عدم استدعائه واعطائه فرصه او حتى مجرد وجوده مع المجموعه للاستفاده من ان لاعب جايب معنويات منتشيه جدا بعد ما قاد فريقه للبريمير ليج كقائد وكاحسن لاعب. فالمدير الفني مطالب ان هو يقول لنا ايه هي الاسباب الحقيقيه لعدم استدعاء سام مرسي. هو مش بس كده كمان هو ايه الرساله يعني احنا دايما بنتكلم على قله اللعيبه المصريه المحترفه في الخارج وليه ما عندناش لعيبه محترفه وليه اللعيبه المحترفه المصريه لما بتروح بترجع بعد موسم ولا اتنين او ما بتنجحش في تجارب احترافيه باستثناء قارن كده في من كاس العالم 90 مثلا لغايه النهارده كام لعيب مصري احترف في الخارج كم منهم رجع وكم منهم استمر لغايه نهايه المشوار وكم منهم نجح في اكتر من محطه يمكن معدودين على الاصابع اليد الواحده. فلما يبقى عندك تجربه زي سام مرسي هنا مش تقييم كواليتي بالظبط يعني مش بنتكلم في تقييم كواليتي لاعب هل هيبقى مفيد مش مفيد اساسي ولا احتياطي ولا بره القايمه لكن فكره انه واحد حط قدامه اهداف ومشوار في ظروف صعبه جدا وقدر يحققه ويحقق النجاح ده فما حدش كلمه في جهاز المنتخب قال له انت معانا في اللي جاي حتى بالظبط. واحد عنده خبرات وواحد عمل يعني انجاز كبير جدا دي حاجه مهمه جدا دي يعني. اللي هي الحاجه المعنويه اللي انت بتكافئه على انجاز كبير هو عمله ده مهم جدا ان انت تديله الاحسان انت موجود معانا في الصوره صحيح. دي اللي انا اتفق معاك فيها جدا لكن ممكن يعني الفكر الثاني ان ممكن سام مرسي بعد الانجاز الكبير جدا واحنا بنتكلم ان هو اصلا صفات القائد موجوده فيه دليل ان هو في ثلاث انديه اللي في تشامبيون شيب كان هو قائد فريقهم فاعتقد ده مهم جدا ده يبين ان اللعيب ده عنده الصفات دي. فسام مرسي عمل انجاز لكن هل سام مرسي ممكن يتواجد في الملعب على حساب امام عاشور او اكرم توفيق او مروان عطيه او احد اللاعبين وليه لا ما يتواجدش يعني انا الحسابات التانيه ممكن بالقياس ده اطلع لك 10 اسماء من قائمه كابتن حسام مثلا ما ينافسوش هل ممكن تتواجد مع وجود اكرم توفيق وامام عاشور ومحمد عبد المنعم. انا بقول لك بعض الافكار كابتن حسام حسن بيفكر ازاي يعني انا معاك بفكر فيه يعني. لكن سام مرسي كان يستحق على الاقل التواجد او الظهور يبقى في قائمه المنتخب تكريما الرساله اللي بتبعتها طبعا لا مش تكريما لا تكريما وكافه لا مش قصدي يعني سيبك من الرساله اللي بتبعتها هو يستحق للعيبه هي ايه معيار اختياراتي للناس بالزبط. اللي في اللي جاي هي ايه النجاح والكفاءه والمستوى اللي انت بتقدمه والانضباط والالتزام وبيلعب بشكل مستمر هنحب بقى ونكره وبعدين احنا كمان انا عايز افكر كابتن حسام بتصريح هو ايوه قال لك دايما اللي بيلعب دائما مع فريقه بشكل منتظم هيتواجد دائما في المنتخب والمنتخب متاح للجميع فده لاعب اعتقد لا ده كمان يا احمد في تصريح تاني اهم يا احمد قاله كابتن حسام قال لك ان مفيش حد في الدوري المصري يستحق انه ينضم. طب انت يا كابتن انت تصريحاتك ليه متضاربه؟ تم يعني اعتقد انه تم تحريفه ايا كان هو اتقال بعد كده ان هو قال مفيش حد احسن من اللي موجودين من الدوري ايا كان ولكن انت خلينا ان انت مع كلامك ان اللاعبين المصريين يعني في الكفاءه او في الكواليتي قليلين او معدودين بدليل ان انت بتقول ما فيش حد احسن من الناس اللي انا باخدها. فلما يظهر لي اسم زي ده في التشامبيون شيب بطوله العالم كله بيتابعها بالمناسبه ما فيش مباراه في التشامبيون شيب كرسي ناقص في المدرجات لاي فريق في ال 20 فريق فبطوله كبيره جدا لما يظهر لنا اسم زي دوت. وبالمناسبه سام مرسي عنده ميزه كبيره جدا هو بيحب المنتخب جدا يعني شوف انت عامل لقاء معاه من 3 سنين عنده تقريبا نفس التشوق والشغف انه ينضم للمنتخب لحد دلوقتي وبخصوص محمد الشامي يعني محمد الشامي بقى له اكتر من 4-5 ماتشات ما بيلعبش
بالظبط. فلو انت بتفكر تختار مهاجم، هل المقارنه ما بين محمد الشام ومحمود كهربا مين اللي عنده خبرات اكبر المنتخب المصري يقدر يفيده لو انت دخلته في اي وقت في اي وقت في المباراه؟ مثلا لو انت بتتكلم في عنصر شاب، لكن يعني محمد الشامي لو هتيجي تقارنه على فكره منتخبك الاولمبي ده انا بشوف انه جزء منه مش قليل يعني هيكون يعني قائم اساسي منتخب مصر لو وصلنا كاس عالم المفروض يعني ان شاء الله باذن الله في 2026 مع كابتن حسام حسن. يعني اعتقد انه رهان عليه. انت يعني تعالى نعد او نشوف معدل اعمار وتعالى نشوف كام واحد ممكن يبقى فوق ال 30 في 26. لا كتير كتير يعني. انت لما تيجي تبص كمان يعني حتى قوام يعني انت المفروض كان مفترض ان دايما المدير الفني للمنتخب زي ما انت قلت احمد قلت حته مهمه جدا ان انت بتدمج اللعيبه دي بتدخلها في اجواء ان انت بعد كده انا بعد لاعب للمنتخب الاول. احنا عندنا كده اندريك مهاجم بالميراس اللي تعاقد مع ريال مدريد 17 سنه وهو دلوقتي المهاجم الاساسي لمنتخب البرازيل في مباراه تصفيات كاس العالم وبيلعب حتى في المباراه الوديه. لعيب عنده 17 سنه بس البرازيل بتعد لاعب ان هو في المستقبل مختلف. ان انت في المستقبل اللاعب ده يشيل المنتخب. فانت مين هنا لعيب صغير في السن انت بتعد ان هو بعد كده يبقى لعيب دولي ولا انت هتستنى لحد ما يفضل يحارب في الدوري المصري علشان يقنعك بعد كده وعنده 26 و27؟ هو احمد اتكلم في حاجه مهمه جدا، ايه المعايير؟ لان في اختيارات تحس يعني مش مفهومه. ايوه. هل بناء عن لعب اساسي؟ هل بناء عن مشاركه؟ ثبات في المستوى؟ يعني ما فيش منطق فعلا في الاختيارات حتى لو الاختيارات ممكن تكون لعيبه كبار يعني. ممكن لكن والقصه في النهايه يعني خلينا نتفق برضه وباكد، انا بحب اكد عشان الناس يمكن كتير بتسيء الفهم او بتتعمد انها تسيء الفهم كلام. انا بدعم تجربه كابتن حسام من قبل ما يتولى كابتن حسام حسن المسؤوليه. وقلت انه من حق الراجل انه ياخد فرصته، وقلت انه عنده من التجربه وعنده من الخبره وعنده من الروح، ودي الحاجه اللي كانت غايبه عن المنتخب. انا بشوف انه الجيل ده انت بتتكلم على لعيبه اهلي السنه دي ولعيبه زمالك عندها دوري ابطال، بتتكلم على تجارب ناجحه جدا للاعبين مصريين محترفين في الخارج زي مرموش. صحيح مرموش بره طبعا عشان العمليه، زي صلاح، زي مصطفى محمد، زي تريزيجيه. ما كانش عندك العدد ده قبل كده وعلى مستوى المشاركه في البطولات الكبيره او الدوريات الكبيره. عندك في كل مركز لعيب على اعلى مستوى. لو تفتكروا قبل القايمه دي فيها كم محترف يا احمد اصلا قبل امم افريقيا؟ لا القايمه دي مصطفى محمد و تريزيجيه وصلاح ومرموش وحمزه مرموش. انا اشعر يعني ان والله اعلم كلامي صح او غلط، بس انا حاسس ان في اتجاه من الجهاز الفني الحالي ضد المحترفين. يعني لا صعب تقول كده برضه، يعني انا حاسس ان هو مش عايز يعتمد على المحترفين. لا طبعا انا بشعر يعني ما يبقى عندي زي ما قلت لك اياد العسقلاني بيشارك بصوره منتظمه مع فريق وما يتمش استدعائه، لما يكون عندي سام مرسي، لما يكون عندي احمد حسن كوكا. لا انا اعتقد ان في اتجاه معين. احمد حجازي حتى ما تمش الكلام معاه، وفي بعض التصريحات نسبت ليه مش عارف حقيقه ولا ان هو ما حدش تواصل معاه بشان عدم ضمه. فاعتقد ان في موقف ما ضد من اللاعبين ولا من الجهاز الفني؟ من الجهاز. ان هو بيوصل رساله بطريقه ما ان مش هيتم الاعتماد غير على طبعا الناس البارزه قوي زي صلاح، مصطفى، تريزيجيه ومرموش لما كان موجود. هو يعني هي قصه التوتر دي برضو واحده من البدايات الصعبه. يعني اتقال كلام كتير جدا، اتمنى ان احنا نتجاوزها طبعا، اتقال كلام كتير لفتره بدايه لاي مدير فني الحقيقه لا يحسد عليها حسام حسن. اكيد فكره توترات في الاجواء، تصريحات متبادله ما بين جهاز فني ولاعبين وخصوصا المحترفين زي ما ذكر بلال. وانت على بعد ايام من 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 ماتشين انا بشوفهم مش سهلين. يعني مفيش مباراه في تصفيات كاس العالم منتهى الخطوره انه يوصل احساس عند الجمهور او عند الاعلام ومن وراهم اللعيبه والجهاز ان احنا واصلين. يعني احنا في غنى عن المفاجات. انا ما زلت اتذكر مفاجاه ليبيريا. يعني طبعا ليبيريا في سنه من السنين كانت سبب من هدف جورج واي. هدف جورج واي. فتصفيات كاس العالم ملهاش كبير. احنا مجموعه مصر، افكركم، مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، اثيوبيا وجيبوتي. كسبنا ماتشين، جيبوتي 6 وسيراليون 2. المواجهتين اللي جايين ودول المواجهتين الوحيدتين في 24 هتبقى بوركينا وغينيا بيساو. بوركينا وغينيا بيساو بالظبط. بوركينا وراك على طول باربع نقاط، وبوركينا الناس كلها بتصفها بانها منافس مصر المنافس قوي الابرز يعني، وانه رهانها كله على انها تكسب الجيم اللي جاي قدام مصر ده شويه يعمل توازن في حتى بوركينا لو ما كسبتش، لو عطلت منتخب مصر هنا في مباراه القاهره هيبقى عندك مباراه العوده في بوركينا صعبه في غايه الصعوبه. فانت لازم تستثمر ان بوركينا فاسو تعادلت مباراه
ودي ده 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 وفقدت نقطتين في ان انت ما تفقدش اي نقاط لحد ما تلعب بوركينا في ملعبها يعني ده باعتبار ان بوركينا هو المنافس الابرز وان كان تاريخيا منتخب مصر ما بيقصهوش عن التاهل لكاس العالم غير المنتخبات الصغيره زي ما انت ذكرت يعني صحيح هي بوركينا فاسو ما زالت من القوى الصاعده في افريقيا يعني من 10 سنين مثلا ما كنتش اسمع حاجه عن منتخب بوركينا فاسو من 98 او من 98 صح لعبنا معاهم بس هم خدوا برضو تقريبا او نفسه في اكتر من بطوله في البطولات الاخيره في افريقيا لا انا بتكلم من يعني من فتره كبيره من فتره كبيره يعني. ما كانش البطوله دي حتى كانت على ارضهم يعني مزبوط. كان في سبب ان هم يوصلوا للمربع الذهبي لكن اقصد اقول ما بقاش الاسم موجود على الساحه احنا بنتكلم السنه دي الراس الاخضر بقت طبعا القوى البازغه في يعني. لكن اقصد اقول هل ما زالت بوركينا فاسو فعلا من القوى الصاعده سكواد على مستوى المحترفين مستوى الجهاز الفني طبعا بقت من القوى الصاعده لما بشوف ان بوركينا فاسو عندها سكواد قوي جدا صعب يعني. طبعا ماتش صعب جدا مش ماتش صعب ماتش صعب عادي لا ماتش صعب جدا وفريق بوركينا فاسو بيلعب بطريقه مختلفه الكره اصلا اختلفت تماما في افريقيا بقت كل الفرق دلوقتي بتلعب كره تسمح يعني. لي اقول لك حاجه بمنتهى الصراحه والحياديه والله وانا مش ببالغ يعني لو احنا بنتكلم على المجموعه دي احنا مصعدنا ان احنا مش بس ما نصعدش بنتكلم في صعوبه المجموعه لما نتكلم على المجموعه دي في صعوبه في انه احنا نوصل كاس عالم اكرم لنا بمنتهى الصراحه ما تروحش كاس عالم يعني لو بوركينا فاسو وغينيا بيساو سيراليون واثيوبيا وجيبوتي بالنسبه لك ماتشات فيها تشالنج انا مش بسهل الامور بس بقول يعني يبقى احنا رايحين كاس العالم نهزر ان في منافسين اقوى مش رايح بقى تعمل بطوله وراح تجيب جون عشان اللي يجيبه يعيش عليه 20 سنه ولا 30 سنه مع اعتذار لكابتن مجدي والله مش قصدي حاجه لا بس هو ده حقيقه الكره في مصر احنا عايشين على ذكر حتى روسيا في طاي نسيان يعني ما هو أي بصمة. احنا نتعادل مع اورجواي ونكسب روسيا وكده ماتش السعوديه مضمون ما خدناش ولا نقطه طيب خلينا نروح للماتش بوركينا فاسو تكلمنا اكتر عن الفريق ماتش في القاهره مفترض ان شاء الله يبقى في حضور جماهيري كبير بعد نجاح الاهلي في تنظيم نهائي تاريخي بوصف الصحافه العالميه ووصف الضيوف اللي كانوا حاضرين ووصف المسؤولين في الاتحاد الافريقي اعتقد كمان انه منتظر اللقاء يبقى في حضور جماهيري كبير جدا يا رب فانا شايف طبعا مباراه صعبه جدا وشايف ان الكابتن حسام حسن خلاه يتفق بيها طبعا بالرغم من الاختيارات ونحن بندعمه دايما ودعمناه من وقت توليه التدريب كمنتخب المصري خلاه يتفق ان هو القوام الاساسي او التشكيل الاساسي بالنسبه له هو مستقر عليه فده اللي انا بتكلم فيه ان هو اغلب اللاعبين اللي هو في لعيبه احنا اتكلمنا عنهم واختلفنا معاهم هو ممكن هنا بقى كان السؤال ده بايخ قوي وما كانش ليه معنى وما كانش مفهوم قبل نهائي دوري الابطال شوبير ولا الشناوي يعني لكن السؤال دلوقتي ممكن مع المنتخب يصبح ليه معنى لانه منطقي جدا تكلم على حارس عنده خبرات دوليه كبيره جدا وحارس مصر الاول حارس المنتخب الاساسي لفترات كبيره جدا وبالتالي تالق شديد جدا لمصطفى شوبير في بطوله دوري ابطالك وكان واحد من اهم اسباب تتويج الاهلي بالبطوله تراهن على مين في ماتش بوركينا يعني الاثنين اختيار صعب جدا بصراحه يعني مصطفى شوبير بيقدم مستوى كبير جدا 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 لكن خبرات الشناوي في المباراه دي برده ممكن تبقى هي بالنسبه للكابتن حسام حسن ترجح كفته على الشناوي اقرب ممكن يكون هو الاقرب على حساب مصطفى شوبير بالرغم التالق الكبير لمصطفى شوبير في الفتره الاخيره يعني لكن هو اسمه مش هيطلع من الاثنين يعني لا مش هيطلع طبعا لا يعني مستحيل ايوه يعني مع احترامي طبعا للاسمين التانيين لكن احنا بنتكلم في ان يعني الموضوع بين مصطفى شوبير وبين الشناوي محتارين يعني ايا كان فيهم هيشارك انت مطمن صحيح ان شوبير طمنا كتير يعني صحيح بلال لا يعني انا بعتقد ان كابتن حسام لو هيروح للوضع الحالي فهيختار مصطفى شوبير اللي عمل رقم قياسي بالمناسبه كاول حارس متوج احنا هنروح للوضع الحالي هنختار النادي الاهلي ومعاه محمد صلاح بالظبط دي حقيقه وصلاح وتريزيجيه ما هو الاهلي برضه صح وفي احنا قلنا ثلاث وده اللي قلت لك عليه القوام الاساسي صلاح ومصطفى تريزيجيه ومصطفى محمد مصطفى ثلاث لعيبه يخش يدعموا القوام الاساسي لمنتخب مصر ونكسب بوركينا لا يعني انا اعتقد لو بالوضع الحالي طبعا مصطفى شوبير بيمر بافضل فتراته الكرويه اول حارس اصبح اول حارس في التاريخ يتوج بلقب دوري الابطال بدون ما يتلقى مرمى ولا هدف تسع مباريات كلين شيت من اصل تسع مباريات ما شاء الله عليه فورمه كبيره جدا لحارس واعد
هو مستقبل الكرة المصرية وأحد الحراس اللي إن شاء الله لو استمر على المستوى ده هيبقى أحد أساطير الكرة الأفريقية كما كان والده طبعا كابتن أحمد شوبير. وهو بقى الناس اللي تابعت كابتن أحمد شوبير، يمكن إحنا ما تابعناش كابتن شوبير غير في الأواخر شوية، ولكن الناس اللي تابعت كابتن شوبير فهم محظوظين إن هم شافوا النسخة الأصلية. أنت أكبر مني شوية. أنا كنت موجود في اعتزال كابتن أحمد شوبير، كنت موجود. أنا حضرت يعني تقريبا آخر سنة بقى. أنا كنت موجود في الاعتزال أنا. يمكن أنت أحمد تابعت طبعا. فأنتوا محظوظين إن أنتوا تابعتوا النسخة الأصلية والنسخة المصغرة. أنا لحقت كابتن إكرامي وكابتن ثابت في الآخر خالص. يعني جيل كابتن خطيب، أنا خطيب هو يعني كلاعب كورة كان يعني هو ليجند بالنسبة لي. بالنسبة لي يعني كابتن علاء ميهوب، كابتن ربيع ياسين، كابتن مصطفى عبده، الجيل ده اللي مع بقى الصغيرين أيمن شوقي و بس انت كده قبل التسعينات. قبل التسعينات طبعا. انا فاكر وانا صغير جدا شفت ماتش الكاس الشباب الاهلي لعبوا على طاوله الزمالك، فاكر ماتش ده القرار التاريخي بتاع كابتن صالح سليم وكان يوميها فرحه كانك خدت بطوله افريقيا، لانه كل الناس كانت شايفه انه يعني صعب جدا جدا وماتش كاس وخروج وبتاع. كنت ده بدايه الدنيا بالنسبه لي. فشفت كابتن شوبير كان بيتقال عليه ايوه الكره المصريه، بقول لك يعني وجيل 90 ده جيل بالنسبه لي ما يتنسيش ابدا. كان حارس كبير قوي. عشان كده بقول لك الناس بقى اللي حضرت كابتن احمد شوبير بتستحضر دلوقتي الذكريات دي مع مصطفى ولا لا؟ وانا اعتقد ولا هم مختلفين انه كابتن شوبير طبعا كابتن شوبير من يعني من اساطير حراسه المرمى في كره القدم المصريه، لكن انا بشوف انه بدايات شوبير الصغير هيعدي احمد شوبير. انا بالنسبه لي مصطفى، خلي بالك احنا بنتكلم عن مصطفى بقالنا كتير في البرنامج، لو تفتكر مصطفى اللعب بالقدم بالنسبه له انا اتوقع انه كابتن احمد شوبير نفسه ما كانش يتوقع ان مصطفى يظهر بالمستوى ده في بطوله افريقيا. اكيد هو مصطفى طبيعي انه الجمهور مصطفى بدا كبير على طول. يعني مصطفى مثلا بالزبط. يعني بدا كبير ما شاء الله او دخل من الباب الكبير، فهو عنده شخصيه وثبات كبير مباراه نهائي جدا الوداد الموسم الماضي، وده مكسب كبير على فكره من المكاسب الاهلي السيزون ده بالزبط. يعني دايما وعايزين نقول كمان يا احمد حتى تحدي كبير الشناوي معلش حتى في وجود الشناوي كان دايما الجماهير كنت بسمعها كتير جدا فأزمة. الناس بتتكلم في الشارع باللي هي عايزه تقول، ما هو ده اللي انا عايز اقوله. عايزين يا كابتن حارس مرمى، عايزين يا استاذ احمد حارس مرمى، عايزين يا جماعه احنا عندنا علي لطفي مصطفى شوبير الاثنين كويسين جدا والله، بس انتوا عشان دايما شايفين الشناوي في المشهد فانتوا قلقانين، انتوا مش شايفين الناس الثانيه. ده دلوقتي محتارين. ما ده انا عايز اقول لك ده تحدي كبير خدته اداره النادي الاهلي على عاتقها في الرهان على مصطفى شوبير في الوقت اللي الكل كان بيطالب ان انت تتعاقد مع حارس مرمى ايا كان اسمه لمجرد ان هو سنه اكبر من سن مصطفى شوبير فقط لا غير. يعني ولكن اداره النادي الاهلي والجهاز الفني اخذوا القرار بالاعتماد على مصطفى شوبير وكافئهم مصطفى شوبير وكان عنده حسن الظن. فاعتقد ان كابتن حسام لو هيروح للوضع الحالي هيختار مصطفى شوبير، ولكن بمعرفتنا بكابتن حسام اعتقد ان هو هيروح لمحمد الشناوي. يعني سريعا باقي المراكز محسومه، باقي المراكز ولا فيها مراكز يعني محمد هاني، احمد فتوح نظرا لغياب محمد حمدي للايقاف، قلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، وسط الملعب كابتن حسام بيحب قوي اكرم توفيق او مقتنع باكرم، فاكرم هيكمل بناء على الحاله كمان الكبيره اللي عليها اكرم. اعتقد ان هو هيبقى معاه في وسط الملعب ممكن مروان او حمدي فتحي، برده كابتن حسام بيحب يلعب بحمدي تاني، امام عاشور، دول الثلاثه اعتقد ان اكرم امام حمدي فتحي او مروان عطيه. في ماتش بوركينا على ارضك ما تراهنش على 4-1 4-1، يعني لو منتخب مصر هو بيلعب بوركينا في القاهره هنا ما تراهنش على فكره انه اكرم او مروان قدامهم مثلا تريزيجيه وامام وزيزو صلاح وقدامهم مصطفى محمد. هو عملها كابتن يعني عملها كابتن حسام يعني ولعب مش كانش كابتن حسام بقى كان فيتوريا لو تفتكر في اخر مباراه لمنتخب مصر في البطوله لما لعب بزيزو 8 مع منتخب مصر، ولكن ده كان نظرا لغياب امام. فهل تلجا لزيزو وامام كاتنين رقم 8؟ ما اعتقدش. يعني اعتقد ان دي التركيبه الاقرب، اكرم امام حمدي فتحي او مروان عطيه، الثلاثي الامامي طبعا تريزيجيه مصطفى فتحي ومصطفى محمد في الامام. خلينا نحذر بس من خطوره محمد كوناتي مهاجم بوركينا، لاعب خطير رائع حتى ارتبط اسمه بالنادي الاهلي لو تفتكر دايما وبيتالق في الدوري الروسي، لاعب خطير توري جدا. بلاتي توري لاعب بيراميدز، وستيفن عزيز كي بالمناسبه اللي كان شارك امام النادي الاهلي لاعب مهم ومفتاح، يانج افريكانز لاعب يانج افريكانز لاعب مهم برده في سكواد بوركينا. احمد مصطفى بلال محسن نورتونا، كل التوفيق لكابتن حسام باذن الله ان شاء الله تكون مرحله يعني بداية قوية لي على المستوى الرسمي في مواجهة بوركينا، ومن بعدها إن شاء الله غينيا، وكل التوفيق لي في مشوار تصفيات كأس العالم. عندي كلام كتير جدا على البودكاست وتكلم حتى أراك، هيكون عنوان حلقة بكرة إن شاء الله من السادسة. بشكر ضيوفي مرة تانية، بشكركم على المتابعة، كل التحية، ومرة تانية مليون مبروك.